other man is get to be. Get to be. My thoughts is the mood of Ali Sam. Master is Ali Sam. Yes, victory is my thought. The other thing I have victory can be go in the shimmer to me. But the way if you must have victory is that the government in the new shimmer. How is the mood is kidding? Let go of them and pay. بعد يستوي والأول اللي عليك بشكل وتبقى الاستدلاش أنا عايز أقول بالمية بعبر عن يستوي بالليتر ماي أنا A B C أي ليتر بحط على يستوي أنت أول ما تشوف أي يستوي أو أي ليتر وعلى يستوي بشكل ده يعقل يا شباب بيعقل بيت بس ده أنا عايز أقول ده أنا عايز أقول في الحتة اللي فاتت طيب ماشي الحتة دي كلام يبقى أي ريتو بعبر عنه بليتر وبيبقى ديموت البار أو عليه كده من فوق سهل ماشي هات مش معناه كده إن الريتو بيتحرك مش شمال يمين لا هو ممكن يتحرك كده ده الدايركشن بتاعه ممكن ده الدايركشن بتاعه ممكن ده الدايركشن بتاعه مش فاكر لكن السيمبل بتاع أي ريتو بديله لوتر معين وبيبقى عليه سهل مش شمال حلو انت بقى يبقى عندي تو فيكتورز ايكوال تو اتش اوف لو هم عندهم نفس ايه؟ ونفس ايه كمان؟ الماجنتيوم مش احنا قلنا الفيكتور والفيزيكال كوانتي اللي عندها ماجنتيوم اسمها ايه؟ دايركشن طيب اي تو فيكتورز هيبقوا ايكوال لو عندهم نفس الماجنتيوم ونفس ايه؟ الدايركشن يعني مثلا لو عايز اقول فيكتور ايه؟ الترمار لو عايز اقول فيكتور A ان ايكوال فيكتور B لو فيكتور A لو فيكتور A اتجاهه ما ده اسمه ايه؟ فيكتور A اتجاهه كده وفيكتور B في نفس الاتجاه ايه ده؟ طب ما هو السهم ده مثلا لو صايب كده برضه ده لازم يبقى ايه؟ يا جماعة فاكر مش مركز فاهم يبقى التو فيكتور فور ايكوال دي عشان ده فايف ده فايف سبعة وهما الاثنين ليهم نفس ايه؟ الدرجة يبقى انت يا محمد التو فيكتور فور ايكوال بس ايه هي بس ايه؟ ماجنتيود عند درجة طيب افرض فيكتور ايه؟ فايف ميتر وكان كده وفيكتور بي برضه 5 متر بس كان سابق فيكتور بي شويه دول برضه اعتبروا ايكوال؟ ايوه اعتبروا ايكوال بص بص انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ لا هو الاثنين هي نفس الدرجه انا قلت عندي تو كونديشنز هم شرطين علشان تو فيكتورز لازم يبقى ليهم نفس الماجنتيك ونفس ايه؟ الدرجه طب هما اللي كانوا ليهم نفس الماجنتيود ده 5 ده 5 طب وده اتجاهه كده ده اتجاهه كده هو هما اللي كانوا ليهم نفس الماجنتيود نفس الدايركشن فهما ايه؟ ايه؟ طيب حلو الماجنتيود يعني القيمه بتاعته او بنات 5 6 الفاليو بتاعته ماجنتيود يعني الفاليو بتاعته لو هما الاثنين مش ايكوال نعمل اكزامبل يعني انت وشكر كده يعني بلد. بس اللي بتكلم فيه هنا اللي انا عايز اقول ان انا حتى لو الستارتنج بوينت بتاعته مش واحده يبقوا ايه؟ ما دام ليهم نفس ايه؟ الماجنتيود ونفس ايه؟ الدرجه يبقى هم الاثنين even if they have different starting point يعني لو ده ساب ده شويه او الستارتنج بوينت مختلف عنه برضه هم الاثنين ليهم المدار بتوفر في الشرط ان هم ليهم نفس الماجنتيود نفس الدرجة طيب لو انا بقى عندي فيكتور A في الاتجاه وفيكتور B برضه في نفس الاتجاه
بس مثلا ده بفايف وده بثري، هل دول ايكوال؟ لا مش ايكوال طبعا. ليه؟ هما دي نفس الدايركشن بس ديفرنت ان ماجنتيود. فاهم؟ فاهم؟ ما هو ده دلوقتي ايه؟ نوت ايكوال بي. طيب افرض ايه كان بفايف وبي كان بفايف برضه، بس الدايركشن بتاع ايه كده والدايركشن بتاع ايه كده؟ دول يعتبروا ديفرنت دايركشن. يبقوا ايكوال برضه ولا ممكن يكون نوت ايكوال؟ هو محقق شرط واحد بس، ده خمسه ده خمسه مش زي ده، لكن ده واخد دايركشن وده واخد ايه؟ دايركشن مختلف، فمش ايه؟ تمام؟ طيب افرض بقى كان عندي فيكتور ايه في الدايركشن ده 5 متر وفيكتور بي كان في الاوبوزيت دايركشن بالظبط وكان برضه 5 متر، هما طبعا ممكن بس دي يعني سبيشال كيس. ليه؟ هما مش ديفرنت دايركشن، مش ديفرنت خلاص يعني الاوبوزيت دايركشن. الاوبوزيت دايركشن لو انت عندك فيكتور في اوبس الدايركشن بتاع فيكتور تاني، فبقول ايه؟ ان هنا الايه؟ ماشي نوت ايكوال بي. ماشي لو انت مظبوط. طيب ممكن اقول ان الايه فيكتور ايه ايكوال نيجاتيف فيكتور بي، يعني نيجاتيف دي ريبريزنتنج ايه؟ ريبريزنتنج اوبوزيت دايركشن. بقولها تاني هقولها تاني. او لو انت عايز تقول بيه كل انت ماشي ايه كل انت ماشي. انا هقولها تاني دلوقتي يا شباب، لو انا عندي تو فيكتورز يبقى اوبزيت دايركشن، اتجاه ديفتو جاي ايه؟ اوبزيت. تمام؟ ممكن اقول ان فيكتور ايه؟ نوت ايكوال فيكتور بي بمعنى دايركشن دايركشن. طيب بس فيكتور ايه في الحاله دي بس ان هو اوبزيت بيساوي النيجاتيف بتاع مين؟ انا عايز اقول لك ان في الفيكتور طالما ان في اوبسيت دايركشن او في فيكتور كان في اوبسيت دايركشن الثاني، فاقول ان الاولاني ايكوال النيجاتيف بتاع الثاني. طيب الكلام ده بيفكرني بيه، تعالى كده نفتكر حاجه كنا خدناها في المكتب. فاكرين يا شباب لما كنا بنكتب النمبرز مثلا ده زيرو ده 1 ده 2 ده 3 ده 4 الناحيه الثانيه كان ايه؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. طب ما ده نفس الكلام، الفيكتور ده رايح كده في ناحيه الوسط وفيكتور ده رايح ناحيه مين؟ نيجاتيف. فاحنا ممكن نفتكرها برضه الحته دي كده. وزاد الفيكتور دي مهمة جدا وهتفيدنا حتى البروجكتايلز. خلي بالك خلي بالك، يبقى هنا فيكتور ايه؟ خلي بالك مش هتعرف تخش جوه، خلي بالك معاك لما يبقى عندي تو فيكتورز في الاوبوزيت دايركشن وهما الاثنين ايكوال ان ماجنتيود. على فكره الكلام ده مش يعني مش اي اوبوزيت دايركشن اقول لهم ان هم ايكوال ماجنتيود بتاع كده، لا هما الاثنين ايكوال بعض في الماجنتيود. يبقى هقول ان الايه؟ ايكوال البي في الماجنتيود ماشي. يعني كده معناها ان الايه ايكوال البي. طب لو عملت نيجاتيف دي معناها ان الايه ايكوال البي في الماجنتيود بس ان اوبوزيت دايركشن. فانت عادك تكتب دي كده دي تحت المجموعه اللي هو ايه ايكوال نيجاتيف دي اللي تحتها ان ايه ايكوال بي ان ماجنتيود. انت ايه رايك؟ الراي الراي النيجاتيف دي كبار ايه؟ اوبزيت. بس يبقى ايكوال ماجنتيود بات اوبزيت ان دايركشن.
How is it related? مش فكرة السؤال ده يعني ده أول بس ماشي طبعا ده أنا عايز أتكلم في الحتة دي بالذات إن ممكن اللي قلت لي معناها هو مش إنجلش يعني هو إيه؟ فيكتور إيه ولا فيكتور بيه؟ يا جماعة اسمحوا لي أتكلم بس لا مش هتفرق بقى يعني بص هو واحد بيساوي نيجاتيف بتاع التاني يعني انا هعرف حاجه واحد ده بيقول نيجاتيف عادي ممكن اقول ايه نيجاتيف ايه بوينت في او ايه لما نيجاتيف مش هتفرق يعني فاهم يعني هنا انا عايز اقول ايه انا لما كانت تقول السبب اللي قلت ايه ان الايه بوينت في لما بيجي ده 5 لكن هما الاثنين هما في الدايركشن عكسه في الدايركشن بالظبط او ممكن اقول اكد ما بينهم بجيب لما يكون اوبس من دايركشن لكن بينهم توكيل لا لما يكون عندي فيكتور كده وفيكتور كده لان لما يكون دي كام امر الجيت دي برضه مهم ما كلمه اوبس من دايركشن دي لازم تبقى عارف ان هي معناها ايه دايركت بتوين ذم ايكوال ايه امر الجيت ما بين قوسين كده انجل بتوين ذم equal 180 degree ماشي عايز تاني الكلام ده النيجاتيف دايركشن هنا معناها الاوبوس دي معناها اوبوس دايركشن النيجاتيف معناها ايه؟ اوبوس دايركشن دي لازم تبقى حاجه كويسه جدا عشان تكمل معانا في الاسم ده خش بعد كده على الفيكتور اديشن او الريزلتنت اوف فيكتور بصوا يا شباب الفيكتور اديشن هنتكلم عنه في الاول بس عايزين نعرف يعني ايه بالظبط ما بنقولش مثلا فور اكزامبل لو انت عندك مد ماشي في البحر شد وفي حد بيقول المركب دي بفورس 5 نيوتنز وحد تاني بيجر نفس المركب بفورس 5 نيوتن وهما الاثنين ده اتجاه ده اتجاه او ممكن تقول الانجل ما بينهم مثلا 90 ده بيجر ده بيجر هنا المركب بيمشي من ناحيه الدايركشن ده ولا ناحيه الدايركشن ده؟ هيمشي ما بينهم زي ما قال هيمشي ايش الاتجاه؟ يبقى الاتجاه ده ريبريزنت مين؟ ريبريزنت الريزلتنت فورس او ريزلتنت فيكتور حتى لو رقم مختلف انا عارف دي فور او ثري انا عارف دلوقتي دي ريزلتنت فورس ازاي؟ عايز تتحرك في مدى تمام؟ بس انا بتكلم فيه يعني بايولوجي كده انا لو عندي تو فورسز بيربنديكولار تو ايتش اذر وعندي تو فورسز ان ديفرنت دايركشن اكتنج كل انا اوجه الريزلتنت فورس او الكلمه الريزلتنت فورس نفسه معناها ايه؟ معناها التوتال فورس او معناها القوه الكليه فاهمين؟ انا القوه الكليه اتجاه فين؟ او اتجاه كده تمام؟ ماشي يا شباب يبقى كده الريزلتنت فورس احنا سنت كنا بنتكلم عن حاجه اسمها ريزلتنت فورس لو انا عندي تو فورسز فورس مثلا لو واحد بيشد المركب وهو لفوق دي وقت ان المركب ماشي في البحر يعني تو فورسز بتبقى سبعه ماشي كنا بنقول كده مش موجوده المركب دي فيه تو فورسز بتبقى سبعه فورس في الدايركشن وفورس في الدايركشن كده الريزلتنت بتاعتي هما الاثنين كلمه ريزلتنت يعني ايه؟ يعني كنت الفرصه تبقى اتجاهها فين؟ او مركب مركب ايه؟ مركب هتمشي في الاتجاه ده ولا تمشي في الاتجاه ده؟ هما قالوا لي هتمشي في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ هتمشي ما بينهم في النص كده. شويه
عارف ان انا مش اللي ورا هي اللي تحت واللي ورا صوت هنا ونشغل اللي ورا ماشي يا شباب فاللاين ده ريبريزنتنج في حاجه اسمها ايه؟ ريزلتنت فورس او كلمه ريزلتنت فورس معناها توتال فورس ماشي ده حاصل ده يعني ده حاصل بس هي اتجاهها فين؟ لكن لو كسب لا مش ممكن يسجل في النص لا مش حد يشوف في النص ده مش موجود ده مش موجود ده مش موجود انا بقول انا بقول ولا قلت في حد مش قلت لك اتجاه يعني لحظه كده انا قلت يا جماعه في حد مش في النص انا قلت ايه في تو فورسز في فورس اللي في الدايركشن ده وفورس الدايركشن ده المركبه دي مش في اتجاه هتمشي في اتجاه ده اتجاه المركبه يعني ايه ريزلت فورس يعني التوتال فورس بين المركبه دي يعني القوة المحصلة بين هما الاثنين أو الفاينل فورس القوة النهائية بتاعت هما الاثنين اتجاهها فين؟ اتجاهها في الدرجة دي اسمها ريزلت فورس ايه؟ لا هنحسبها بقى هقول لك هنحسبها ازاي بس انا بتكلم هنا على مبدا ريزلت فورس دي عباره عن دي عباره عن سنجل فورس قوه واحده بس طب بتعبر عن مين؟ عن التو فورسز دول ده اللي عايزه يعني انا عملت كده عشان يعني اعرف الكونسبت بتاع الريزلت اللي جمع منه يعني من بعد انا عايز اعرف الكونسبت بس بتاع الريزلت الفورس الريزلت الفورس دي عباره عن فورس واحده سنجل فورس ريبريزنتنج ذا توتال فورس بتعبر عن كل القوه اللي بتأثر عليه على وجه ده انا عايز اقوله هنحسبها ازاي او بكام؟ هنعرف بعد ما اتكلم عن الايام هنعرف نحسبها ازاي طيب في بقى حاجه اسمها فيكتور اديشن او ادينج فيكتور وحاجه اسمها سبتراكتنج فيكتور السبتراكتنج ما كانش موجود اسمها الفيكتور وهو اصلا مش جايبها حتى في الكتاب صراحه بس هو ده في الكويشنز احنا لازم نعرف السبتراكشن مع بعض